مرحبا بكل مشاهدينا في كل مكان لمده ساعه على الهواء مباشره، وانتم ضيوفي وانا ضيفكم هنا في بيت شريف. والنهارده الاربعاء، والنهارده يوم شبابي جدا في بيت شريف. افكركم ببرنامجنا على الهواء مباشره، واحنا سابل اسئلتكم واستفساراتكم على رقم التليفون اللي بيظهر على الشاشه او على الايميل الخاص ببيت شريف او على جروبنا على الفيسبوك بيت شريف. ومره ثالثه ورابعه وخمسه بشكر كل الممبرز اللي على جروب بيت شريف اللي في وقت قياسي جدا خلاص قربنا نبقى 2000 ممبر في الجروب، وبشكرهم كلهم. النهارده يومنا مختلف، يوم خاص جدا بالشباب. دايما لما بنقعد مع بعض الناس الكبار الكبارات كده يقولوا الشباب المصري شباب تافه، الشباب المصري مش بيفكر غير في الاغاني اللي هيحطها على الموبايل، وهيغير التليفون امتى، وهيروح يصيف فين، وايه اخبار الموضه، وايه اخبار المغنيين والممثلين، والكلام اللي احنا بنسمعه دايما على الشباب. لكن في الحقيقه الشباب المصري غير كده تماما، وانا شايف ان الكبار ظالمين الشباب المصري جدا، لان الشباب المصري شباب واعي جدا، شباب مثقف جدا جدا، شباب بيعمل عمل تطوعي غير عادي، وعندنا دلائل على كده. ومش عيب ان الشباب يبقى بيعمل عمل تطوعي وفي نفس الوقت مهتم بالموضه وفي نفس الوقت بيسمع اغاني، يعني لو جمع كل الكلام ده، لان الشباب من حقه ان هو يعيش ومن حقه ان هو ينطلق. عموما النهارده انا في بيت شريف معايا اتنين من شباب مصر بيمثلوا البنات والولاد، فمعايا شابه مصريه وشاب مصري ليهم عمل تطوعي جميل جدا، وهم مثقفين وهم فعلا رمز جيد جدا للشباب المصري. هنتكلم معاهم النهارده عن دورهم في المجتمع. النهارده كمان في فقره المطبخ فقرتنا هتكون مميزه جدا جدا، لان معانا النهارده اطول مذيعه في مصر الوطن العربي سادي شاهين. هنشوف فاصل، بعد الفاصل ارجع لكم معايا النهارده اخبار مهمه جدا، اوعوا تروح اي حته، خليكم معانا في بيت شريف لو سمحتوا. ورجعنا لكم مره تانية، بفكركم برنامجنا على الهواء مباشره، وهنستقبل اسئلتكم استفساراتكم على رقم التليفون اللي بيظهر على الشاشه او على الايميل الخاص ببيت شريف او على جروبنا على الفيسبوك بيت شريف. وانا سعيد جدا النهارده معايا اتنين شباب مصريين زي الفل. قبل بس ما اقدمهم عايز اقول لكم حاجه، ان الشباب اللي معايا النهارده شباب من الجامعه الامريكيه من الاي يو سي. يمكن كتير عندنا في مجتمعنا لما بنعرف ان حد في هذه الجامعه، ناس كتير قوي تتريق وتقول اللي بيخش الجامعه دي بيكون شباب مرفه جدا، بيكون شباب مش همه اي حاجه غير انه يدرس بالانجليزي ويبقى راكب عربيه فخمه ويبقوا مهتمين بالموضه ويعملوا حفلات صاخبه. الكلام ده للاسف احنا بنظلم الشباب الجامعه الامريكيه وشباب جامعات اجنبيه اخرى. بالعكس، انا عايز اقول لكم ان الشباب ده شباب مثقف جدا، شباب واعي جدا، شباب بيحب بلده وعنده انتماء زيهم زي شباب الجامعات المصريه كلها. فيا ريت دايما بلاش النظره الغريبه دي اللي بننظرها لشباب الجامعه الامريكيه. عموما انا النهارده سعيد جدا 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 معايا في بيت شريف هاني القاضي، المنسق التنفيذي ومنسق الموارد البشريه لرابطه المتطوعين في العمل. اهلا وسهلا بيك، منورنا. ومعانا سالي طايع رئيس لجنه العلاقات العامه بالرابطه اللي هي رابطه المتطوعين في العمل. انتم منوريني. ايه الاخبار؟ الحمد لله كله تمام. انا ابتديت باسمك بس المفروض كنت ابتدي بيكي عشان ليديز فيرست، فانا اسف بعتذر لسالي ولكل البنات والسيدات. عايز ابتدي كده معاكي بحاجه. امبارح كل العالم كان بيتابعها على شاشات التلفزيون، تنصيب الرئيس الامريكي الجديد اوباما. اتفرجتي على الحفله؟ اتفرجت، وعامه انا اول مره اتفرج على حفله تنصيب لاي بريزيدنت يعني، وعجبتني قوي. والسبيتش اكتر حاجه طبعا كانت، ايه اكتر حاجه اثرت في السبيتش او في الكلام اللي هو قاله اثرت فيكي انت كبنت مصريه؟ اكتر حاجه اثرت فيا انا عامه ان هو هي ادجست المسلمين وهي ادجست العالم كله، كان فيه في كلامه زي دعوه لينا. عموما احنا نتمنى عهده يكون عهد خير وامل وسلام على كل العالم، مش هقول على الوطن العربي المسلمين بس، على العالم كله. تعالوا بقى نتكلم عن شغلكم. انت سمعتني في التقديمه قلت ايه على شباب الجامعه الامريكيه؟ اكيد ده بيتقال عليهم كتير قوي للاسف. بنظلمهم قوي، ليه تفتكر؟ لان الصوره اللي بتاخد عن الجامعه الامريكيه من زمان ان الطلبه اللي فيها عامه، الصوره اللي بتظهر في الميديا عامه، مثلا لو الافلام لو المسلسلات، الناس مرفهه اكتر، يمكن المصاريف غاليه شويه، فالناس اللي بتدخلها عامه الناس بتفكر فيهم ان هم مش في دماغهم حاجه غير ان هم يدخلوا، ما لهمش دعوه من الناس الاقل منهم شويه.
يعني لحد ما بس وده مش صحيح. وعايز بالظبط اقول زي جامعه امريكيه زيها زي جامعه عين شمس، زي جامعه القاهره، زي جامعه اسكندريه، زي جامعه حلوان، طلعت لنا في مصر ناس فطاحل كبار قوي مظبوط. وعلماء كتار جدا. طيب عايز اتكلم عن الرابطه اللي انتوا عاملينها، احكي لي عنها يا سالي. طيب مبدئيا هي رابطه المتطوعين في العمل او volunteers in action، هي رابطه متاسسه من 12 سنه وهدفها الاساسي هو التعامل مع الايتام والديفلوبمنت بتاعهم وكده، والديفلوبمنت لمنطقه اسمها ميت عقبه. يعني انتوا مختصين بمنطقه ميت عقبه؟ منطقه ميت عقبه ولا عاملين كذا جروب، كل جروب ماسك منطقه؟ هو احنا يعني بادئين الاساسي بتاعنا ميت عقبه، بس بدانا نتوسع شويه ان احنا بناخد برضو كيسز من مناطق تانية زي حلوان، منطقه اسمها قطار امبابه. عملتوا ايه لمنطقه ميت عقبه؟ احكي لي. والله هي منطقة ميت عقبة بنعمل فيها ديفلوبمنت بصور كتير، زي مثلا بتعملوا بنعلم تنمية؟ ستات كبار. عايزين نتكلم بالعربي على قد ما نقدر. تنمية. بنعمل تنمية بصور كتير، زي ان احنا بنعلم ستات كبار في بروجرام، في برنامج محور الأمية. بنعلم اطفال صغيرين الاخلاقيات العامة، بنساعدهم في مذاكرتهم، بنساعدهم في مشاكلهم الاجتماعية. بتروحوا لهم ازاي؟ احكي لي يا سريع. يعني بتروحوا للناس عندنا ازاي بتوصلوا لهم؟ المفروض ان احنا عندنا شخص معين هناك هو اللي بيرشح لنا الحالات، اكتر حالات محتاجه كل فتره بننزل. طبعا هو بيرشح لنا حالات، بس وعلى عندنا اساس ايه بتثقوا في هذا الشخص؟ انا هقول لك اهو. عندنا معلش اسئله كثيره. لا لا قليل. عندنا فريق متخصص بينزل يعمل بحث وبيعمل انترفيوز مع الحالات دي وبيتاكد كويس انهم حالات فعلا محتاجه، وعلى الاساس ده بنصفي منهم اللي احنا شايفين ان هو محتاج فعلا وبنساعده. طيب هاني تحكي لي وتقول لي انتوا عندكم 5 لجان. تمام مظبوط. ايه هما ال5 لجان؟ 5 لجان: لجنه الطفل، الامداد والتموين، المشاريع الصغيره، تنميه البراعم، ومحور الاميه. طيب كلمني عن لجنه الامداد والتموين، تخصصاتها بتعمل ايه؟ هو زي ما باين اسمها امداد وتموين، بتساعد الناس، بتشتري لهم حاجات معينه. دورها الاكبر بيكون شهر رمضان، بدايه من التموين ولحد كسوه العيد. طول السنه هما بيجهزوا عرايس ايتام، زي ما سالي قالت، بالنسبه للحالات اللي في ميت عقبه بننزل نشوف حالات كتير قوي، بنشوف حالتهم ايه بالظبط، العروسه ناقص لها ايه، هتتجوز امتى، عريسها حالته ايه بالظبط. بنشوف الفلوس اللي معانا عامه نقدر نجهز بيها كام عروسه، وبيبقى في اولويات من المحتاج اكتر بنجهزهم. بتعملوا لهم فرح بقى جماعي؟ بالظبط. مش كل العرايس، لان احنا الحمد لله على اخر كل سنه بنكون مجهزين حوالي 50 عروسه. الحمد لله بقى لنا 5 سنين بنعمل فرح ل4 عرايس منهم. كل سنة بيبقى في مكان مختلف على حسب ظروف السنة بتاعتنا، والحمد لله بتبقى حاجة نقدر نساعدهم بيها. واحنا هنشوف جزء من الفرح اللي انتوا برضو عملتوه، وده نشاط جميل جدا، انتوا بتفرحوا الناس. بالظبط. وعندنا اعتقد بالذات الايتام بيحتاجوا انهم يحسوا ان احنا كلنا اسرتهم الكبيرة، وان وراهم ظهر، وراهم ناس بتفرح لهم. ودي حاجه انا بشكركم جدا عليها. جايز بعض الناس تقول لا، ما ممكن يكونوا محتاجين حاجات تانية وبلدنا محتاجه حاجات تانية. لا، بس ان احنا نفرح بالناس ونعمل لهم فرح، وتساعدي العروسه وانت تساعد العريس، وكل ده انا بشوف ان هو شيء حيوي جدا وبيدي لهم الامل في بدايه حياتهم. احنا دلوقتي شايفين جزء من الفرح اللي انتوا عاملينه معانا على الشاشه، وانتوا بقى دلوقتي قاعدين معايا، انا هقول لكم على اقتراح يا ريت توافقوا عليه. احنا في العيد الكبير اللي فات عملناه هنا في بيت شريف خطوبه. تمام. اوكي شفتوها؟ شفتوا الخطوبه. وناويين ان شاء الله على الفالنتاين داي الشهر الجاي كنا نعمل خطوبه لاثنين كابلز ان شاء الله، العروسين وعريسين هنا في بيت شريف. فانا يعني استاذنكم ان انتوا ترشحوا لنا، انا كنت عاملها حاجه عامه ان الناس اللي عايز يعمل خطوبته في بيت شريف يبعت لنا على البرنامج. فانا هستاذن الساده المشاهدين، بما ان احنا معانا شباب زي الفل النهارده وعندهم حالات كتيره قوي محتاجه ان احنا نعمل لهم ونفرح بيهم وكل الناس تفرح بيهم، فانا هستاذنكم ان هنختار حالتين. عندكم كام حاله تقريبا؟ هو على حسب كل فتره، يعني بننزل مثلا يوم كامل في منطقه بنعمل ابحاث طيب كتير. انا هستاذنكم ان انتوا الاسبوعين الجايين تجيبوا لي مثلا 100 عروسه وعريس. تمام. هنختار 2 منهم بطريقه عشوائيه جدا،
زي ما عملنا قبل كده، هيكونوا من الايتام وهيكون هنفرح احنا بيهم، وكل البيوت المصريه والعربيه هتتابع الحلقه وهتفرح بيهم. والخطوبه دي هنعملها ان شاء الله، هو الفالنتاين يوم 14 فبراير، هيكون يوم سبت، واحنا اجازتنا يوم سبت، هنعملها يوم 15 فبراير. ف 15 فبراير الجاي ان شاء الله في بيت شريف هنا هيكون في حفل خطوبه لبنتين ولدين من الايتام، وهاني وسالي هم اللي هيجيبوا لنا الفتره الجايه 100 شخص، هنختار منهم بطريقه عشوائيه اثنين. اوكي على الهوا اكيد ان شاء الله. نرجع مره ثانيه ونتكلم عن اللجان الخاصه بيك، واحنا اتكلمنا عن لجنه الامداد والتموين، وانتوا عاملين لجنه محو الاميه، كلميني عنها برضو. لجنه محو الاميه بيبقى مجموعه من الناس بتروح لستات كبار في 100 عقبه مينلي، وبيعملوا لهم سيشنز كل جمعه.